هذا الفيديو برعاية AK Electronics، المحطة الأولى لجميع احتياجات الجيمرز في البحرين وبأفضل الأسعار. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة For Geeks Eyes Only، معكم إياد The Geek from the Middle East. أنمي ون بيس يمكن أحسن أنمي في العالم. إذا ما تتابعه قاعد يفوتك نص عمرك الصراحة، أنصح الكل يروح تشوفه، لأن الأنمي فيه كل شيء، أكشن دراما وكوميدي، وحتى لعب ون بيس عجيبة، وتوها نازلة لعبة ون بيس بيرنينج بلود وحدها عجيبة الصراحة. أوكي، عندي لكم سؤال، من يعرف شنو هي أول لعبة ون بيس وعلى أي جهاز نزلت وفي أي سنة؟ الإجابة هي لعبة ون بيس بيكم ذا بايرت كينج، اللي نزلت في سنة 2000 على جهاز الوندر سوان، اللي تكلمنا عنه في حلقة ماضية على القناة، روحوا تشوفوا الفيديو بحط لكم الرابط. وثاني لعبة ون بيس نزلت على البلاي ستيشن 1 في سنة 2001، اللعبة هي جراند باتل، لعبة فايتنج. واللعبة الثالثة هي لعبة بيرث اوف لوفيز دريم في سنة 2001 على جهاز الجيم بوي كولر. اوكي، بركز على العاب ون بيس على جهاز الوندر سوان في هالفيديو. اوكي، ذكرنا ان لعبة بيكم ذا بايرت كينج هي اول لعبة ون بيس على الاطلاق، كانت على جهاز الوندر سوان، واللعبة ما كانت ملونة، كانت ابيض واسود. وشنو نوع اللعبة؟ اللعبة كانت استراتيجي جيم، وبرأيي الشخصي اللعبة مو ذاك الزود حلوة. ولكن خلينا نشوف ثاني لعبة ون بيس على جهاز الوندر سوان كولر، اللي هي كانت ليجند اوف رينبو ايلاند. وفي اللعبة تلعب مع شخصية جديدة مسوينها حق اللعبة، مو موجودة في المانجا او الانمي. تختار شخصيتين من سترو هات بايرت وتروح تتحاربون 3-3. وثالث لعبة على جهاز الوندر سوان هي تريجر وورز، اللي نزلت في سنة 2002. اللعبة عبارة عن بارتي جيم ويا شخصيات ون بيس، نفس لعبة ماريو بارتي. حلوة اللعبة وانا العبها استمتعت وايد، بغض النظر ان كل شيء مكتوب بالياباني ونص الاشياء ما افهمها، ولكن قدرت اتقدم في اللعب. ورابع لعبة هي From TV's Animation Grand Battle Swan Coliseum، اللي نزلت في 2002. اللعبة عبارة عن 2D Fighting Game مع شخصيات ون بيس، بتكلم زيادة عن اللعبة بعد شوي. فخلنا نشوف شنو خامس لعبة على جهاز الوندر سوان حق ون بيس. Treasure Wars 2 Buggy Land، اللي نزلت في سنة 2002، جزء ثاني حق لعبة Treasure Wars، اللي نفس ما ذكرنا كانت Party Game. سادس وآخر لعبة ون بيس على جهاز الوندر سوان هي From TV's Animation Chopper's Big Adventure، اللي نزلت في سنة 2003. اللعبة عبارة عن RPG تلعب مع شخصية تشوبر. القصة هي أن الستراو هاتس يزورون جزيرة، وفي هالجزيرة كل من يتحول إلى حيوان ما عدا تشوبر، وتشوبر لازم ينقذ أصدقائه. واللعبة كانت وايد حلوة، وقدرت أتقدم وايد في اللعب بغض النظر أن كل شيء كان مكتوب بالياباني. اوكي، ابى اتكلم عن جراند باتل سوان كولوسيوم، خلنا نسميها سوان كولوسيوم للاختصار. اللعبة 2D فايتنج، في البداية عندك 6 شخصيات تقدر تلعب فيهم، اللي هما لوفي، زورو، نامي، وسوب، سانجي، وتشوبر. وتقدر تسوي انلوك 8 شخصيات زيادة بعد ما تخلص اللعبة هارد مود مع كل اللاعبين. الشخصيات اللي تسويهم انلوك هما مس اول ساندي او نيكو روبن، كابتن سموكر وتاشيجي، مستر 2 بون كلي سما، مستر 1 داز بونز، بورتوغس دي ايس، و مستر 0 كروكودايل. اسهل شخصيتين تلعب معاهم هم زورو وسانجي، واصعب شخصية تلعب معاها هو اوسوب. ومن ناحية اللعب يمكن هاي أحسن لعبة 2D Fighting لعبتها على جهاز محمول، مو يمكن، أكيد لعبت Street Fighter على Game Boy Advance و King of Fighters على Game Boy Advance والعديد من ألعاب الفايتنج على الأجهزة المحمولة، ولكن بكل صراحة هاي اللعبة هي أحسن لعبة 2D Fighting لعبتها على جهاز محمول. مو لأنه سهل تلعبها، بالعكس، لأنه وايد حلو طريقة اللعب وانت تلعب، يعني حق جهاز بس في حبتين A و B، واحدة بس علشان تنط والثاني حق كل الحركات الثانية، ودي باد في وايد كومبينيشنز من الحركات تقدرون تسوونهم مع كل الشخصيات، يعني كل شخصية عندها أكثر من 5 سبيشل موفز،
وفي ايتمز تقدر تستخدمهم علشان ترجع الهيلث مالك او تقطهم على منافسينك. كل مره العب اعتقد اني شفت كل الحركات من كل اللاعبين مره واحده. احد الشخصيات يفاجئ انه يعطيني حركه كلش اول مره اشوفها فاتفاجئ، فاقوم واخذ الكاركتر عشان اتعلم اسوي هالحركه. وحتى السبيشلز او الفينيشرز، بعض الشخصيات نفس لوفي، زورو، سانجي واسوف تقدر تسوي لهم انلوك فينيشر زياده بعد ما تخلص اللعبه وياهم. طبعا اللعبة بما أنها نزلت في سنة 2002، أحداث اللعبة تدور في أرباستا، ونشوف فيفي وكرو في الباكراوند في بعض الستيجات. أحلى شيء عجبني لما تختار لوفي الفاينل بوس، لما تروح ضد كروكودايل تروح ضده 3 مرات. زين، كم تقييمي حق هاي اللعبة؟ هاي اللعبة بعطيها تشاي كارك ملكي، يعني بيرفكت سكور، 10 من 10. وهاي أسبابي. اللعبة على بساطتها بسيطة، اللعبة لآخر درجة بسيطة، ولكن تستانس فيها وايد، وتقدر تلعب اللعبة 100 مرة بدون ما تتملل. وهاي يمكن أهم شيء لما بتي تصمم لعبة حق جهاز محمول في ذاك الوقت. في النهاية أتمنى أن الفيديو واللعبة عجبتكم، وهل توافقوني الرأي؟ هل شكلها عجيب اللعبة؟ ومين فيكم لعبها؟ وشنو أول لعبة ون بيس لعبتوها؟ وشنو لعبتكم المفضلة من سلسلة ألعاب ون بيس؟ ونقدر نشوف شلون ألعاب ون بيس تطوروا عقب 16 سنة من أول لعبة. يعني لعبة بيرنينج بلود وايد حلوة الصراحة، أتمنى أن تشوف ألعاب ون بيس أكثر في المستقبل حلوة، ومو بس ألعاب فايتينج، نبي نشوف ألعاب مغامرات وحتى RPGs إذا في إمكانية. عالم ون بيس بيرفكت صراحة علشان تسوي منه ألعاب RPG. مشكورين على المتابعة، لا تنسون تسوون لايك فيفرت اند سبسكرايب، وشكراً.